السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعد كل اوقاتكم من وين ما كنتوا بتشوفوا قناه فكره وطبخه مع ام احمد اهلا وسهلا بكل صبيه جديده انضمت معنا للقناه وان شاء الله بتكون الوصفات اللي بتشوفوها على القناه بتلبي رغباتكم وبتناسب اذواقكم وتطلع النتيجه معكم مثل ما بتشوفوها معنا على القناه ان شاء الله اليوم راح اشارك معكم روتين في المطبخ روتين اليوم كتير في شغلات رح احضر في البدايه بشكل مسبق اللي هي الايس كريم المنزلي راح اعمله بالبسكوت هاي الوصفه كنت نزلت لكم اياها على القناه هلا بحط لكم طريقتها بصندوق الوصف حتى تشوفوها بتفاصيلها راح احضرها واطلع مشوار لانه في عندي نقص بالاغراض راح اجيب بعض الاغراض افرجيكم اياها وبعد هيك بنحضر لطبق الغداء ان شاء الله هلا بجات واسع بديت اضيف بنفس الكوب يعني اللي انا راح استخدمه راح استخدم فيه المقدارين اي كوب متوفر عندك ضفت فيه كوب باودر كريمه وكوبين من الماء المثلج ممكن تبدلوا كوبين الماء بكوبين حليب مثلج هون انا حتى اغني الوصفه ضفت عليها ملعقتين من الحليب الباودر اذا كوب من الكريمه الباودر ضفت لها ملعقتين من, من الحليب الباودر مع كوبين من الماء المثلج بديت اضربهم باستخدام الخفاقه اليدويه لصاروا معي بهذا القوام شايفين كيف انا بدي اوصل لهاي النتيجة بالنسبة للاضافة اللي راح اضيفها عليها انا اليوم راح اعملها بنكهة الشوكولاتة راح اضيف عليها تقريبا ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى كثير كثير بيطلع طعمها بشهي وبغني الطعم معنا وراح اضيف عليها ملعقة كبيرة تقريبا من الحليب المحلى المكثف طبعا الحليب هذا سنوع منزلي برضو بترك لكم طريقته بصندوق الوصف وحتى نزيد الطعم وتركيز الشوكولاته رح نضيف عليها ملعقه من الشوكولاته اي نوع شوكولاته متوفره عندكم شوكولاته بيتيه نوتيلا اي شوكولاته انتم بتستخدموها بس حاولوا انكم تستخدموا بدائل للمنتجات المتوفره يعني بدائل وطنيه هون بديت انا اضربهم باستخدام الخفاقه الكهربائيه لحتى ما يصير عندي خليط كريمه متجانس وهذا هو خليط الايس كريم اللي بتشوفوه بالعلب اللي موجوده بالاسواق واسعارها بتكون باهظه الثمن انت ممكن تحضري لاولادك بطريقه اقتصاديه وسهله وراح تطلع معكم الموجوده بالاسواق وبماركات عاليه فيها مطه وطعمها ولا اطيب من هيك هلا ممكن كمان تبدلوا الكريمه الباودر بكوب كريمه سائله اللي هي كريمه الحلويات هلا هيك صار معي خليط الكريمه جاهز مثل ما انتم شايفين ما شاء الله المقدار مش بسيط اعطاني كميه كثير كبيره هلا راح نحضر للوعاء او الشكل اللي راح نقدمها فيه <applause> انا راح اقدمها كتطلع قطع منفرده اللي هي الايس كريم الساندويتش اللي بنشوفها بين طبقات البسكوت راح استخدم للوصفه بسكوت الشاي العادي وراح اضيفها بصينيه ممكن انتم تحطوها بالاطار المعدني اللي هو على شكل مربع او شكل مستطيل اي اشي انتم بتحبوه بس اسهل وابسط طريقه ممكن تحطوها انه بجات بايركس حسب المقاس اللي متوفر عندكم وحسب الكميه اللي حضرتوها اول خطوه هون بديت احط فيه نايلون غذائي مثل ما انتم شايفين افضل وبسهل علي لما اجي افكها واقدمها آه، وزعت النايلون الغذائي بالصينيه بهذا الشكل وهون راح ابدا ارتب قطع البسكوت بالنسبه لترتيب قطع البسكوت طبعا بيكون وجه القطعه للاسفل في الطبقه الاولى وبنرتبهم بهذا الشكل بحيث انه يكونوا متراصات جنب بعض كطبقه اوليه ممكن الاطراف برضه تحطوا آآ عليها آآ قطع من البسكوت تقسموها بهاي الطريقة حتى تحمي أطراف الكريمة اللي راح تكون زائدة عن قطع البسكوت يعني بتقسموها وبترتبوها بنفس الطريقة وبعد هيك بتبدو تنزلوا عليها كمية الكريمة اللي حضرناها طبعا المقدار مثل ما حكت لكم إذا بتحبوها سميكة ممكن تنزلوا كل المقدار بيكون ارتفاعها واضح وعالية إذا حابين إنه القطعة تكون حشوتها قليلة ترفعوا جزء من المقدار بتبروير محكم الاغلاق وتحطوه بالفريزر ممكن تستخدموه كالتقديم في اكواب الايس كريم الفرديه هلا هون نزلت كل الكميه وخبطتين حطيت عليها هيك حتى تترتب معي السطح وبديت اغطيها بقطع البسكوت هلا وجه القطعه على الوجه العلوي راح اغطيها بس اكملها واحطها بالفريزر اما بتخلوها ليله كامله او بتخلوها على الاقل ست ساعات وبتشوفوا النتيجه طبعا انا تركتها بالفريزر رحت على السوبر ماركت جبت شويه اغراض كانت عندي نواقص طبعا الخضره اكيد بدها غسل فانا بدي احضرها حتى ابدا بعمليه الغسل والتنشيف واحطهم بالثلاجه احفظهم جبت الاشياء اللي كانت ناقصه عندي خيار بندوره البندوره يا صبايا اليوم متوفره في الاسواق وسعرها كثير منيح للصبايا اللي بيحبوا يجففوا أو بيحبوا يعملوا لها عملية عصير يطبخوها آه برضو إذا بتحبوا بترك لكم تركتها بصندوق الوصف هاي الطريقة ممكن تحفظي آه كمية منيحة آه من رب البندورة خارج الثلاجة وتستخدميها لكثير وصفات كمان جبت هاي المعكرونة كان يعني أشكال للسلطات ممكن إنه نستخدمها بالسلطات والسباجيتي طبعا إذا بتحبوا تحضروا فيها أي وصفة وهون أنا الشعرية طبعا ما بستغني عنها على طول دايما عندي بس بحب اجيب كميه لانه انا بحمسها مباشره بحطها بمتربان وبستخدمها لوقت الحاجه من غير اي زيوت يعني ممكن استخدمها مع الرز او مع الشوربات وهون كمان كنت جايبه كريمه باودر وطحينه انا مش فاضيه لانه احضر فجبت عبوه وهون جبت كمان أشياء للمطبخ كان عندي الجلاتين الغذائي ناقص والورق الألمنيوم وجبت كمان هدول العلب للعصير كثير كثير بالثلاجة بالفترة الصيف ممكن تستخدموهم للماء للعصير يعني أنا بفضل كثير دايما أنه فترة الصيف أنه نحفظ الماء بعبوات من الزجاج بيكون حفظهم أفضل واستخدموهم بشكل دائم وهون كان عندي يعني كثير استخدامات لهذا المقاس كان مش متوفر عندي فحبيت اجيبه حتى استخدمه بكثير وصفات خصوصا انه بالصيف احنا بنعمل كثير وصفات بارده فبنحب نعملها مباشرة بجواز التقديم وهذا الزيت بحب أحكي لكم أنه دائما لما تشوفوا عروض في السوبر ماركت على الزيوت حتى يعني لما تكونوا بدكم تقلوا أو أنتم من الناس اللي بتستخدم زيت كمية منيحة جيبوا من هاي الزيوت الخفيفة اللي يعني كثير بتكون منيحة للقلي مرات كثير بنحتاج أنه نقلي فاستخدموها لأنه ما بنكررها يعني نقل فيها مرة أو مرتين وخلاص بتصير مستهلكة وبنتلفها فجيبوا أنواع يعني تكون أسعارها عادية لأنه إحنا للطبخ ممكن نستخدم زيت الزيتون أو السمنة البلدية أو السمنة العادية وهون هدول المنتجات الوطنية. للغسيل صار اليوم كثير ماركات بالسوبر ماركت متوفرين فانا كل مره عمالي بجرب نوع لحتى ما اشوف النوع اللي يعني جودته عاليه ومناسب برضه معطرات للملابس او هون ملح للجلايه فرح نجربهم لنشوف جودتهم وإنتوا إذا جربتوا نوعية منيحة واعتمدتوها احكولي بالتعليقات إيش بتستخدموا حتى نفيد بعض ونستفيد وهذا هو ملح الجلاية طبعا برضه من شركة وطنية صار كثير متوفر منه كل الأنواع يعني نفس الماركة للجلاية وهلا رح نبدا نحضر للغداء انا كنت فرمت الملوخيه طبعا وحضرتها بعد ما غسلتها ونظفتها ونشفتها فرمتها ناعم وهون رح ابدا احضر في طبق الغداء طبعا الدجاج كان بالمنقوع صفيته بصفايه ومباشره قطعت بصله مكعبات حجم كبير وحطيتها بملعقه من الزيت النباتي او زيت الزيتون بطنجره واسعه وبديت اشوحها واقلبها بهاي الطريقه وهون بدي اتبل الدجاج لما يكون عندي يعني المرق بدي اخده للملوخيه انا بالعاده ما بحط اي نوع بهارات مجرد كركم وملح بس البهارات الصحيحه لابد عنها انا هون مستخدمه ورق الغار وورق اكليل الجبل كثير طعمهم ونكتتهم مميزة راح اقلب الدجاج ليتغير لونه بهاي الطريقة ويبدا ينزل العصارة اللي فيه بنهدي النار وبنغطيه وبعد هيك بعد اكثر من مره تقليب بنضيف عليه الماء وبتبدا عمليه الصلب. هلا بهاي الفتره بديت اغسل الرز بالنسبه للرز انا بستخدم الرز المصري والرز البسمتي بالمناصفة وطبعا بعطيني نتيجه افضل من لو كان رز لحاله بغسله اكثر من دور وبنقعه لمده نص ساعه بماء من الحنفية هون الدجاج مثل ما شفتوا بدأ يعني يظهر منه سوائل فبسكب عليه الكمية الماء هلا انا هون مستخدمة كركم الريش لانه ما كان عندي بستخدمه عصفر لانه ما كان عندي كركم بس انتوا اذا متوفر عندكم كركم استخدموا فهون الدجاج استوى تقريبا 40 دقيقة بحاول انه ارفعه من مرقة الدجاج على اساس اني احضر له تغليفة واتبله وادخله على شواية الفرن ليأخذ لون حلو طبعا بالنسبة للمرق بدنا نصفيه ونبدا نحضره للملوخيه هلا مازال احنا غسلناها كثير منيح وفرمناها فتاكدوا يا صبايا انها ما راح تموت معكم وراح تاخذوا نتيجه كثير مميزه بس هون راح ابدا بتحضير وطبعا هون ضروري يكون عندنا المرق ساخن وبتعملوا له عمليه تذوق بتشوفوا انه المرق بده اي اضافه بتضيفوا عليه اذا بتحسوا انه بده ملح ممكن انكم تضيفوا في البدايه قللوا كميه المرقه حتى ما تطلع معكم الشوربه الملوخيه خفيفه بعدين اذا حسيتوا انها سميكه ممكن ترجعوا تضيفوا طبعا انا هون صفيت المرق بطنجره ولحد ما غلي بديت اضيف عليه الملوخيه بديت اقلبها بهاي الطريقه اذا في كان على سطح الملوخيه رغوه بتشيلوها بس ما بدنا نضيف عليها اي اضافه حتى يضل لونها اخضر وما فيها هاي المطه مجرد ما تغلي اول غلوه بنكون حضرنا كميه منيحه من الثوم والكزبره وبنقلبها بملعقه من السمنه لتاخذ هاللون واكيد راح تشوفوا الريحه في المطبخ والبيت كله بتشهي ما شاء الله شوفوا اللون اخضر الطعم والقوام والريحه عنجد بتشهي وبما انها موسمها دائما يعني بحاول انه بالاسبوع على الاقل انه اعمل هالطبق اكيد طعمه وهو طازه مش زي اي طعم لو كانت مفرزه هذا هو القوام اللي طلعت معنا بعد ما ضفنا عليها الثوم تركناها على الاقل دقيقة وطفينا النار وابدا ما تغطوها حتى يضل لونها اخضر وهيك صارت جاهزة هلا رح نبدا نحضر الرز بطنجرة واسعة ضفت ملعقتين من زيت النباتي وصفيت الرز تماما من الماء وببدا انزل كمية الرز هون رح اضيف لها فقط ملعقة من الملح وببدا اقلب الرز بهاي الطريقة على نار هادية جدا بكون سخنت ماء واكيد كلنا صرنا نعرف انه آه مقدار المي مثلا الكوب الحبة القصيرة بده كوب ونص الحبة الطويلة بده كوبين من الماء الساخن طبعا بنسكب الماء واذا انت شطورها بالعين بيكون واضح بالنسبة اليك بتغمر الرز عقلة اصبع وفي البداية بتكون النار متوسطة بدك تشوف الاطراف بلشت تغلي عليها الماء بعد هيك بتهدي النار لادنى درجة وقبل ما تحسي ان الرز تشرب كل الماء وبدك تطفي بتضيفي ملعقة من السمنة او مكعب من الزبدة وبتوزعيها بينهم وبتدفي النار وقبل ما تقدميه بتركيه على الاقل 10 دقائق ليهدى وصحة والف عافية احلى طبق رز متفلفلة حباته ومتفتحة بهاي الطريقة شوفوا ما شاء الله عن جد روعة بتركه على جنب وبكون جاهز معي للتقديم اكيد مكعب الزبدة بعطيه لمعة مش عادية وبخلي حبات الرز بعيدة عن بعض وهون بمقلاي مثل ما شفتوا كنت محضرة كمية من البصل الجوانح بحب انا اقلبها مع زيت زيتون وملعقتين زيت نبات لتاخذ استواء كامل حتى اقدمها تحت الدجاج بالنسبه للدجاج طبعا عملت له تغليفه مرتبه أه حامض وزيت زيتون وملعقه من المرق وبابريكا أه واذا بدكم اياها سبايسي بتحطوا رشه فلفل حار هون البصل اللي جهز معي بعد طبعا الدجاج بدخلوه على شوية الفرن لياخذ اللون الذهبي هلا هون البصل بعد ما استوى ضفت له ملعقه من البابريكا صغيره وملعقه من السماق وعصير ليمون والطعم ما شاء الله عن جد بشهي راح اعمله كقاعده بالجات التقديم وببدا اوزع عليه قطع الدجاج كثير طعمه بشهي خصوصا انه احنا مش عاملين يعني خبز على بصل اللي هو المسخن انا بالعاده بعمل جنبه مسخن جنب الملوخيه فهيك بتحسوا انه ممكن انكم تستغنوا عن المسخن بس البصل كثير بيكون مناسب مع هاي الوصفه، إن شاء الله الملوخيه مثل ما انتم شايفين اللون والقوام ما فيها أي مطه لونها وطعمها عن بتشهي بديت اسكب هون الأطباق وصحة وألف عافيه وهذا هو كان غدانا لليوم بتتذكروا إنه أنا لكم عن وصفة الايس كريم اللي بالبسكوت هلا رح نشوفها ونقدمها مع بعض على اساس افرجيكم النتيجه، طبعا هون انا طلعتها من الثلاجه بس اللي سهل علي الموضوع كثير هو النايلون الغذائي اللي وضعناه باسفل الجات، ممكن هلا تقلبوها على اي صينيه وتبدوا تقسموها وما انه قطع البسكوت منفصله عن بعض فهي مقسمه حالها لحالها فراح يكون كثير سهل علينا وصدقا لو عملتوها اولادكم راح يطلبوها منكم وأطيب من أي جاهز ممكن انكم تجيبوه وهي هي النتيجه صحه والف عافيه ما شاء الله عن جد طال عم بتمنى ان شاء الله يكون روتيني لليوم عجبكم تستفيدوا من الافكار اللي حكيناها وما تنسوا يا صبايا هاي الايام الفضيله كبروا دائما خلي تكبيركم ان شاء الله يوصل لعنان السماء وان شاء الله لو ما كنتوا في بيت الله الحرام حجاج ان شاء الله انه عملكم يوصل ترفع الملائكه وهي ايام اجور فيها مضاعفه كل عمل فيها باجر مضاعف عشر امثال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سالوه اي الايام افضل فيها العمل قال لهم انه احب الاعمال الى الله هاي العشر ايام بدون لسه يوم عرفه فهي ايام افضل من الجهاد العمل فيها افضل من الجهاد وإن شاء الله سنين القادمة تكونوا على جبل عرفات إن شاء الله حجاج مكبرين ملبيين والله يتقبل منا ومنكم وكل عام وإنتوا بألف خير هاي هي النتيجة النهائية ما تنسوا تدعموا الفيديو بالتعليق حتى توصل الوصفة لأكبر عدد من الصبايا ويا ريت ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس على الكل ليصلكم أول بأول كل إشي جديد بنزله يسعد كل أوقاتكم دمتم في أمان الله